اولا العلاقه ديالنا مع حزب البديل الديمقراطي ماشي فقط بناء على الدعوه لحضور اشغال الجلسه الافتتاحيه للمؤتمر، بل كان عندنا معهم نقاش قبل الانتخابات الجماعيه، والقبول ديال الحزب الاشتراكي الموحد في اطار فيدراليه اليسار الديمقراطي النقاش مع الرفاق والرفيقات في البديل الديمقراطي جاي من ايماننا العميق انهم فصيل تقدمي يساري، وبالتالي كنفتحوا معهم الحوار والنقاش من اجل اعاده بناء اليسار على اسس ديمقراطيه ونقديه سليمه. وبالتالي احنا بالنسبه لنا انطلاقا من الكلمات سواء ديال المنسق ديال اللجنه التحضيريه ولا الاخت التي تلت مضامين البيان العام، نتاكد بانه حزب يتوجه يساريا، يتوجه الى قيم الحداثه بالافق الاشتراكي، يتوجه الى بناء برلمانيه ملكيه برلمانيه بالقواعد المتعارف عليها على المستوى الدولي، حزب يتوجه الى المساهمه في بناء الديمقراطيه ببلادنا بكافه مستوياتها السياسيه، الاقتصاديه، الاجتماعيه، الثقافيه والبيئيه.